التي يعمل المسؤولون الآن على إصلاحها. ومعنا الآن مراسلنا في البصرة محمد العبد الله. محمد، هل لك أن تنقل لنا الصورة هناك؟ بالنسبة للطبيعي جدا، وحتى الأطفال يلعبون ويمارسون ألعابهم في الشوارع. نشاهد أعمدة الدخان المنطلقة ربما من خنادق. هذا في وقت تتواصل فيه التقارير عن مواجهة القوات الأمريكية البريطانية لمقاومة شديدة